تعالوا نروح لكورونا، متحور جديد من كورونا يطل برأسه، وأصبحنا نعيش الآن في المتحورات. كل كام يوم هيطلع لنا متحور، كورونا ده بيلعب مع العالم كله. التحور الجديد أو دلتا بلس هو الاسم الجديد للتحور الجديد للكورونا. دلوقتي بيقولوا أن هذا المتحور الجديد هو لن يستجيب للقاحات الموجودة، وإنه خلاص يعني أصبح بيقدر يعمل لنفسه حماية كبيرة. بعض الدول بتخطط لإنهاء أطول إغلاق، ويلا نفتح، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، كله بيفتح. لكن التحذيرات بتقول يا جماعة خدوا بالكم أن دلتا بلس هيكون أكثر انتشاراً، ما بين 10-15% بالمقارنة بمتحور دلتا العادي. ده محبط جدا. نعمل ايه؟ ايه اللي هيحصل في العالم؟ العالم بيتحرك ازاي؟ معانا عبر زوم من لندن الدكتور ضياء الدين كامل، استاذ علم الامراض بجامعة انجيليا ريسكن البريطانية. اهلا وسهلا دكتور ضياء. اهلا، مساء الخير استاذ خيري، واهلا بالسادة المشاهدين. اهلا بيك يا دكتور. دكتور، ايه حكاية المتحول دلتا الفرعي ولا بلاس الجديد ده؟ ايه التفاصيل اللي العلماء قدروا يحطوا ايدهم عليه في هذا المتحور الجديد؟ بالضبط. طبعا احنا عارفين فيروس كورونا هو فيروس احادي الحمض النووي اللي هو الار ان اي فيروس، وكثير التحور كما ذكرت حضرتك. هو طبعا النوع الجديد او السلالة الجديدة دي اللي هي دلتا بلاس مش جديدة خالص، يعني بقالها 3-4 شهور أو 5 شهور كمان. ظهرت في البداية في الهند، ومع ظهور دلتا سمعنا على كلمة دلتا بلس كتير، وبعدين اختفت إلى حد كبير، وبعدين بدأنا نسمع عنها من حوالي أسبوع أو اتنين في بريطانيا إنها ظهرت، بدأت تظهر تاني. هي بيسموها AY2.4، عبارة عن تحور داخل متحور دلتا. يعني طبعا احنا عارفين في آخر 2-3 شهر أكثر حالات كورونا حوالي 90% أو أكثر من 90% هي دلتا فاريانت أو السلالة بتاع دلتا. لما يصيب الفيروس ده الناس كتير بيحصل فيه تحور، فهو تحور داخل تحور، أو تحور مركب بنسميه تحور مركب بالمعنى العلمي. فالتحور دوت هو بيسبب حتى الآن في بريطانيا حوالي 5-6% من الحالات الجديدة. الحالات بدأت تزداد بين الشباب، ولكن يعني أحب أطمئن شوية إن الفيروسات ديت لما تتحور ممكن ان هي تضعف، زي ممكن ان هي تكتسب خصائص جديده. فكون ان دلتا بلس ما طغاش من الاول معنى كده ان هو اختفى الى حد كبير، بس بدا يطلع دلوقتي لان دلتا نفسه بدا يكون سريع الانتشار. يعني هو بنتذكر برضه في 2004 للسارس الاولاني اختفى تماما بتحور داخل الجين نفسه، داخل جين الفيروس نفسه. فنامل طبعا ان ده يكون في السارس الثاني اللي هو الكوفيد 19 فيروس. نأمل من ذلك، ولكن هنشوف الموضوع ده. ولكن التحورات في كوفيد 19 للأسف إن هي بتكسبه خصائص جديدة. فالخصائص الجديدة اللي هي المكتسبة، يعني التحورات دوها أسماء حروف يونانية: ألفا، بيتا، جاما، دلتا، إبسلون، لامدا، ميو، بعدين يعني دلتا اللي هو الرابع. كل التحورات الجديدة للأسف بدأت إنها تكسب الفيروس ده خصائص جديدة، يعني أكثرها شيوعاً هو دلتا اللي هو سريع الانتشار بنسبة 100% من الفيروس الأصلي أو 110%، لأن الألفا مثلاً كان سريع بنسبة 50%، دلتا بنسبة 60% أكثر من الألفا. بس الفاكسينات قدرت، بريطانيا أول واحد. أنا آسف يا دكتور، حوالي الفاكسينات قدرت تتعامل مع دلتا، يعني الفاكسينات الموجودة بالفعل تعاملت معاه، وشفنا إن الإصابات كترت بس عدد الوفيات في العالم قل كتير. بالضبط. هو الفاكسينات يعني بتدي مناعه للفيروس بتفاوت، ولكن اهم حاجه في الفاكسينات ايضا انها بتمنع حدوث الدور الصعب، يعني وتمنع دخول المستشفيات. حتى الان في بريطانيا مثلا اكثر من 60 ألف مصاب في اليوم، ولكن الضغط على المستشفيات مش موجود، لا يوجد ضغط في المستشفيات تماما. كل معظم الحالات يعني بتشفى كأنها دور برد عادي وتعدي خالص. السبب الأساسي في كده إن هو 80% من الناس في بريطانيا عندهم دبل فاكسينيشن أو الملقحين بجرعتين، وأيضا عشان ظهور السلالة الجديدة اللي هي Y2.4
الحكومه بتسرع دلوقتي في الحاجه اسمها الجرعه الاضافيه الثالثه اللي هي البوستر دوز. فاحنا هل نتوقع يا دكتور ضياء هل نتوقع تعديل اللقاح، يعني ان نرى اجيال جديده من اللقاحات تواكب التغير في الفيروس؟ بالضبط، هو بدانا حتى نسمع لقاحات جديده دلوقتي، في لقاح حتى بريطانيا ندمت جدا ان هي ما اشترتش منه، كانت متعاقده ب 100 مليون جرعه، بس هي لغت التعاقد مع شركه اسكتلنديه فرنسويه اسفالنيفا. اللقاح ده شبيه جدا بسانوفارم لانه بيدي مناعه للفيروس بالكامل، لان الفيروس فيه ثلاثه بروتينات اللي هو الاس والام والان. أيوة. احنا لغايه دلوقتي اللقاحات الموجوده بتدينا يعني مناعه للبروتين الاس اللي هو السبايك بروتين او البروتين الشوكي على سطح الفيروس، ولكن في تطور في اللقاحات، اللقاحات المستقبليه هتكون تواكب الطفرات اللي حصلت. يعني انا في وجهه نظري هنفضل ناخد زي ما بناخد لقاحات للانفلونزا الموسميه، هناخد ايضا لقاحات في لكورونا، وهتكون مواكبه للتغيرات اللي بتحصل. انا عاوز اقول برضو فائده اللقاحات مش بس انها بتخفف الدور وبتمنع الاصابه، فائده اللقاحات ايضا ان هي بتحفز جهاز المناعه، لان جهاز المناعه نفسه عندنا بيتحفز باللقاح، فبيكون حتى لو ما عندناش نفس نوع الفيروس ممكن يتعامل بفيروسات اخرى. انت خدت اللقاح يا دكتور؟ انا خدت الجرعه الثالثه من حوالي اسبوعين. الثالثه كمان؟ طب كويس. بالظبط. انا بشكرك جدا دكتور ضياء الدين كامل، استاذ علم الامراض بجامعه انجيليا ريسكن البريطانيه، نورتنا يا فندم.